بفضله احتلت فلسطين العالم باللحن والموسيقى. حمل شبابا ويافعين إلى بلاد بعيدة لم تعرف عن الوطن الأم سوى وجه القتل والدمار. قدم فنهم إلى جمهور من الآلاف، لا بل إلى ملايين الناس، تارة من خلال أوبرا كارمن، وتارة أخرى من خلال مقطوعات من فيفالدي وبيتهوفن، حتى تفوق الخبر عنهم على خبر الاحتلال في أكبر وسائل الإعلام العالمية. ليس كثيراً أن يوصف عمله بالجبار، وهو الذي استقى التقدم الحضاري من فكر من يحمل اسمه إدوار سعيد. فأن تقدم فناً عمل جيد، ولكن أن تصنعه من قلب الاحتلال ومن بين الركام، فهو إبداع لا يمكن إلا وأن يسجله التاريخ. سوف تحفظ فلسطين والدول العربية والعالم بأسره اسم معهد إدوار سعيد الوطني للموسيقى من اليوم وحتى مستقبل بعيد. ستحفره كصانع الأمل من باطن اليأس وباني الأجيال من بين الدمار، وسوف تكتبه مقاوماً بالنوتة والوتر لا يعرف الهزيمة.